زي ما انتوا شايفين كده احنا في الجامعة، ومفروض ان انا عندي امتحان، وطبعا ميطرة معايا، مش عشان هو زوج مخلص وعايز يكون معايا ويقضي معايا اليوم. ده هو اللي حصل كالتالي. اتصل بيا بعد ما ركبت، وانا كل يوم اصلا بركب بعد عناء طويل 3 4 ساعات، انت فين؟ قلت له يا ميسره انا ركبت خلاص بقى، ركبت والحمد لله. فقال لي ليه ده انت ما اتصلتيش بيا؟ اصلا انا كنت جاي لك في الحصري. فانا بقى ايه جاي لي الحصري؟ يعني وصلني الجامعه بيستناني قدام الباب، واتشحت في اول ما اشوفه، والحاجات دي بتاعت الامتحانات زي كل الناس يعني، البنات اللي بيروحوا يعني امتحانات. المهم الاقيه جاي لي، عيني كان جايب لي سندوتشات، جايب لي السندوتشات، المفروض يديها لي ويمشي عشان يخلص ويروح شغله ويشوف حاجته يعني اكل عيشه. اتريني كنت حاجزه له والسواق يلا يا اناسه خلصي اللي جاي معاكي جاي ولا لا. هوب طق جه ركب مشي 5 ساعات راحوا منه في المواصلات، ملهوش اي لازمه، ملهوش دعوه باي حاجه، قاعد معايا في الجامعه مستني الامتحان من الساعه 1 للساعه 5، يوم وضاع. لفته حلوه منه ان هو جاب لي سندوتشات ويجي لي عشان ما اروحش من غير سندوتشات ولا حاجه ولا اكون فطرت. انا طبعا ما فطرتش، نازله البيت ما فطرتش. ايه الدرس المستفاد في القصه العظيمه دي؟ انك مهما حاولت ان انت ترضي مراتك هتصدمك بغبائها. والله انتوا مش محتاجين تتعودوا على بعض يا جماعه بعد الجواز، انتوا محتاجين تكتشفوا غباء بعض وتتعودوا عليه. خلاص ما بقتش موضوع اي حاجه، انا ما حدش يتوقعني.